بنتكلم عن الجماعة الإرهابية لازم ان احنا نتكلم، وزي ما اشرنا امبارح، عن حالة الانقسام اللي بتعيشها الجماعة بعد القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، والخلاف داخل هذه الجماعة. الخلاف بقى الدائر على ايه؟ على حول مين الشخص اللي هيخلفه، وازاي ده انكشف وبان جدا ووضح من رغبة الإرهابي الهارب إبراهيم منير للانفراد بالسلطة داخل التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، واللي برضو كشف الصراع اللي جوه واللي بتعيشه الجماعة عن أكاذيب في مواقف إبراهيم منير نفسه، وإن اللي بيقوله في تصريحاته غير اللي بيقوله في الكواليس أو في الغرف المغلقة. بس هو ده العادي، ما هو احنا متعودين، ما هو الكذب عادة، يعني مش طبيعة جديدة عليه، هي طبع فيه. الكذب في كلام الإرهابي إبراهيم منير كشفتها طبعا تغريدة نشرها الإعلام الهارب في تركيا سامي كمال الدين، واللي نقل من خلالها تفاصيل مكالمة دارت ما بين المقاول الهارب محمد علي وإبراهيم منير عن موقف الجماعة من موت محمد مرسي، واللي طبعا تزامنت مع تصريح المقاول الهارب على قناة الجزيرة القطرية بأن منير قال له بالنص كده موضوع محمد مرسي مات بموته، وإبراهيم منير طلب مني إعلان ده. عايزين نتكلم في القصة دي مع الأستاذ أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف. أستاذ أحمد تحياتي لحضرتك. أستاذ أحمد مع حضرتك، تحياتي لحضرتك وأستاد المشاهدين. أهلا وسهلا. لو اتكلمنا عن التحذيرات اللي كل فترة بنتابعها وبتطلع من الدول الغربية عن خطورة الجماعة الإرهابية، ممكن نقول إيه في النقطة دي تحديدا؟ خليني أقول لحضرتك، يمكن في المحنة الأولى اللي شهدتها في أدبيات الجماعة الإخوان الإرهابية وقت الرئيس عبد الناصر لما اعتقل عدد منهم وحل تنظيم جماعه الاخوان الارهابي، العناصر الارهابيه اللي كانت موجوده واللي استطاعت الهرب وقتها من جماعه الاخوان هربت عدد كبير منها لبعض الدول العربيه، وده تزامن كمان مع الوفره النفطيه فيها، فاستطاعوا ان هم يكونوا لوبي داخل هذه الدول واستطاعوا يستفيدوا من تراكم الثروه نتيجه يعني وجود فائض نفطي وظهور البترول وخلافه، فكونوا ثروات كبيره في بدايه الامر، ثم بداوا ينتقلوا منها الى اوروبا. ودوت كان نقله نوعيه ثانيه في فكر جماعه الاخوان الارهابيه فيما يخص حتى فكره ادبيات جماعه الاخوان الارهابيه التي كانت تنظر الى البلاد الغربيه بانها دار حرب وانها لابد من يعني قتال الغربيين والاوروبيين واعتبارهم وتكفيرهم. ثم تحول الامر بعد نقل قواعدهم واموالهم الى هذه البلدان الى ان تكون دار دعوه، وبدات تشكل هناك ما يسمى تحت غطاء جماعات اسلاميه وجماعات خيريه في تكوين وتحويل هذه الاموال. طيب